السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية من العناوين. في العنوان الأول، مقطع مسربا يوثق لحظة اقتحام مسلحين لمقر إقامة رئيس ديوان الوقف الشيعي، والأخير يتهم ميليشيا العصائب. في العنوان الثاني، بسبب سؤال من أحد الصحفيين، وزير النقل السابق والنائب الحالي كاظم فنجان يعتدي على الصحفي لفظيا ويتوعده. وفي العنوان الثالث، مظاهرات للباعة المتجولين في محافظة بابل بعد قرار هدم السوق الذي يبيعون فيه منتجاتهم ويتساءلون عن مصيرهم. ولدينا أيضا في العنوان الثالث أو الرابع، المشاريع الوهمية والمتوقفة والمعالجات الغائبة هي أبرز ملامح الواقع الخدمي في العراق، وجسور الذيقار والبصرة شهود على ذلك. أهلا بكم. تم تداول مقطع مسرب لاقتحام مسلحين مقر ضيافة وسكن علاء الموسوي رئيس ديوان الوقف الشيعي في العراق، والسبب كما يقال هو خلاف على عائدية الجامع الكبير في مدينة الحلة بمحافظة بابل. فنشاهد. رئيس ديوان الوقف الشيعي اتهم فصيلا مسلحا بمهاجمة منزله بسبب سيطرة الفصيل على أحد أو على الجامع الكبير في مدينة الحلة. طبعا هو أشار إلى هذا الفصيل لكن لم يسمه، لكن ما هو متعارف عليه في العراق الآن أن ميليشيا العصائب هي التي تسيطر على الجامع الكبير في مدينة الحلة. فنشاهد. على كل حال، الجهة بالنسبة لنا معلومة، لا يوجد خلاف شخصي بيننا وبين أحد، إنما قد تحصل تجاوزات من بعض الجهات على المساجد، على الأوقاف، على الممتلكات التي تعود إلى الوقف، وهنا نحن حينئذ نسلك المسالك القانونية من خلال المحاكم لاسترجاع تلك الحقوق والأوقاف. هذا هو كل ما في الأمر، وأنه حصل في منطقة أمنية محصنة في بغداد في الجادرية، ولا يمكن لأي جهة خارجية أن تخترق هذه المنطقة. الأمر حصل من داخل المنطقة من جهات تدعي مشاركتها بالعملية السياسية، لكنها تتقوى على الآخرين بأساليب العصابات. ما حال الضعفاء من الناس وما حال الفقراء من الناس الذين يتعرضون لمثل هذه الاعتداءات يوميا من هذه الجهة ومن الجهات الأخرى؟ ونحن نقول اليوم ينبغي تفعيل تلك النقاط المذكورة في كلام السيد رئيس الوزراء، ينبغي تفعيلها على الأرض وحصر الحركات المسلحة على الأرض بقيادة العمليات ومكتب السيد رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة. ننتقل إلى موضوع آخر. غضب وزير النقل السابق ورئيس لجنة الخدمات النيابية الحالي كاظم فنجان من سؤال أحد الصحفيين عن سبب تردي الكهرباء، حيث قام بالاعتداء اللفظي على الصحفي، كما قام بتوعد الصحفي وبتهديده. فنشاهد. هاي الطريقة، لا
انزع السدنة وعوف البرلمان وادخل يا بوكسر بعد. تعال هاتني على حلقات اليوم. هذا ابدا ما في شيء بعد كل خبث. سؤال ممتلئ والله سؤال كله مش طبيعي. وان رجاء الصار ما يطلع نهائيا. ترى ما هو السؤال الذي أثار غضب النائب؟ الإعلاميون الذين تعرضوا للاعتداء اللفظي والتهديد من قبل النائب كاظم فنجان يبينون أن السؤال كان سؤالا عاديا ولا يستحق ما قاله النائب بحقهم. وتحدث أحدهم أن النائب يريد مقاضاتهم عشائريا في حال انتشر هذا المقطع. فإذا كان نائب في البرلمان وصاحب سلطة تشريعية يريد مقاضاة صحفي عشائريا، فالسؤال هو أين السلطة وما هو رد الجهات الرقابية الإعلامية؟ دعونا نشاهد. السلام عليكم. اللي حصل اليوم مجلس النواب كان مؤتمر صحفي للسيد النائب كاظم فنجان. أكمل المؤتمر الصحفي وجه السؤال للسيد النائب، قلت له ما الذي جرى بشأن استضافة وزير النفط ووزير المالية؟ السؤال ما بيشي، بدأ بالتهجم علينا وسمعنا عدد من الكلمات غير اللائقة. زميل محمد الفريد قال له سيد النائب ترى ما بيشي الكلام مالته، السؤال ما بيشي، بدأ بالتهجم علينا. ومحمد الكلام له طبعا هو من واجب انه النائب يجاوب على اي سؤال انه ممكن طرحه الاعلامي، ويقدر يتعذر باي طريقه انه ما يقدر يجاوب اذا ما عنده معلومات. لكن من يجي انه ينعت الشباب الصحفيين، وطبعا هنا الجزء البسيط من الصحفيين بالاداره الاعلاميه ان يقولوا انتم اولاد الشوارع، انتم غير مربين، واني اذا متربين عفوا، واذا اكو مقطع فيديو انتشر على بخصوص هاي المشاده الكلاميه انه اني اقاضيكم عشائريا، اذا نائب راح يقاضي انه شخص اعلامي بسيط عشائريا، زين وانت صاحب سلطه تشريعيه، شلون راح يكون الامر؟ شلون راح يكون الامر لما انه الاداره الاعلاميه تسمع وتسكت؟ إعلامي يوضح كيف تم الاعتداء عليه وعلى زملائه من قبل النائب كاظم فنجان، فنشاهد. السلام عليكم شباب. طبعا اليوم داخل البيت التشريعي تم التجاوز علي من قبل النائب كاظم فنجان، بمجرد ما اني دافعت على شخص زميلي، وعندما وجه الى سؤال بعد خروجه من المؤتمر انه هل تم يعني استضافة وزير النفط والمالية داخل المجلس مباشرة، انه ومختصر الكلام اللي صار انه الاعلاميين هم اولاد الشوارع طلعوا والاعلاميين غير محترمين، وهو راح يقاضي الشخص اللي سأله ومن ضمنهم اني، وكذلك انه جر انه السترة ما تريد ياخذ الباج وراح امنعك وانت مخوش ادمي وانت اولاد كلب وانت ما اعرف شنو. طيب انه بمستوى نائب يمثل قاعدة جماهيرية واني هسه بمجلس النواب، شلون يتلفظ هاي الالفاظ وامام صحفيين محترمين تعبانين على انفسهم وجايين هم ينقلون معلومة من المجلس التشريعي الى الرأي العام؟ وهذا الامر اللي صار طبعا امام انظار المركز الصحفي. اليوم انا كصحفي وكاعلامي مثل قناة فضائية رغم ان ما فعله النائب ليس امرا مستغربا او جديدا في العراق، هذه الامور تحدث كثيرا من المسؤولين ومن النواب البرلمانيين. في كثير من الاحيان يتم الاعتداء على الصحفيين، على الاعلاميين، على وسائل الاعلام بطرق بعيده كافه البعد عن حقوق الصحافه وحقوق الراي والتعبير. بالاضافه الى ذلك هو نقطه الشكوى العشائريه، او يلجا الى العشائر في سبيل ان ياخذ حقه من هذا الصحفي او ذاك. بغض النظر، تخيلوا معي أين وصل حال العراق عندما يتم اللجوء إلى العشائر أو إلى الاعتماد على نظام أخذ حقك عن طريق عشيرتك أو عن طريق أي عشيرة أخرى. هذا هو السيستم المتبع والنظام المتبع الآن في العراق
نظام يثبت غياب الدولة، وتخرج هي سبحان الله تخرج الحقائق من ألسنة المسؤولين بشكل أو بآخر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ننتقل إلى موضوع آخر. تظاهر أصحاب البسطات أو الباعة المتجولون في محافظة بابل ووقفوا جميعا رفضا لهدم السوق الذي يعتشون منه قبل إيجاد مكان بديل لهم، حيث أن هذا السوق يعمل فيه أكثر من 2000 عامل من الخريجين والكسبة. فنشاهد. أصحاب البسطات أو الباعة المتجولون يوضحون أنهم اتفقوا مع قائم مقام مدينة الحلة صباح الفتلاوي أن يوفر لهم مكانا بديلا قبل إزالة السوق، وأن لا يتم إزالة السوق حتى الانتقال للمكان البديل، لكنهم تفاجؤوا أن القوات الحكومية مصحوبة بآليات جاءت لهدم السوق دون توفير مكان بديل لهم. دعونا نشاهد. أنا أحد المواطنين بخصوص موضوع مظلومية بسطات سوق الحلة. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حبيبي، إحنا طالبنا سيد المحافظ صباح الفتلاوي شنو نفتح الشارع بشرط إيجاد البديل المناسب، واتفقنا على بديل وهو الجراجات، وقال هاي الشغلة انتظرون بيها أسبوع راح أكمل لكم البديل. اتفقنا يكمل البديل يلا يفتح الشارع. هسه اجي يريد يفتح الشارع البديل ما موجود، يريد يفتح الشارع. احنا 1500 بسطية، 1500 عامل، واكثر من يعني 1500 ابو بسطية و500 عامل، يعني 2000 واحد عايشين على هاي البسطيات. شلون يريد يفتح هاي الشارع؟ اكثرهم خريجين، متزوجين، طالعين اجار، معوقين، ايتام، يعني شلون غير نفتيم غير اكو حل؟ الكتاب جاي من رئاسة الوزراء تفتح جميع الشوارع وياه كان صح، تفتح شارع ساحة الاحتفالات بشرط إيجاد البديل المناسب. مكتوب هذا الشيء لو ما مكتوب بالكتاب مكتوب وين البديل؟ اعطيني البديل، أنا أول واحد أساعدك فتح الشارع. شوفني البديل، كمل لي البديل، صب لي، سقف لي، أنا أول واحد متبرع بالبسطية أفتح الشارع. وكل إحنا متبرعين هاي البسطيات كلها، بس تكمل البديل إحنا نفتح الشارع. اعطيني البديل، مال تعطيني بديل وقت تفتح الشارع ما يصير. جزاك الله خير. وتهديد يوميا يهددنا، يوميا مهددنا على ساعة اجيكم، يعني احنا من الصبح لليل صارلنا 3 أيام لا نوم لا اكل لا شرب. منو شايفين منو ها منو يهدد صباح الفتلاوي؟ يهدد على ساعة انا طب له البسطيات هي المقام بابا. ننتقل إلى موضوع آخر، موضوع أيضا مهم ومتعلق بقضية الخدمات والإعمار في العراق. جسر النصر في محافظة ذيقار متروك منذ سنوات دون أن يتم تعميره وتصليحه. هذا الجسر يربط بين محافظتي ذيقار وواسط، وتسبب بحوادث كثيرة للمواطنين، ويتساءل المواطنون أين دور الحكومة المحلية والبرلمان، ولماذا إهمال المشاريع الخدمية. دعونا نشاهد. هذا جسر النصر صار له اكثر من 10 سنوات هذا حاله، ما
هذا تشوفونه سايد واحد كريم صور للسايد واحد ذهاب واياب وجه صارت حوادث هاي برقبه مياس ياسين هسه تعاد عبد المهدي انت هاي منطقتك هاي قضاء النصر هذا او ناحيه النصر وهذا الجسر شوفه جسر النصر اللي يربط بين الوسط والجنوب بين الناصريه وواسط هذا الجسر شوفونه وسايد واحد زين انت من الناصريه عادل عبد المهدي رئيس وزراء من الناصريه امين مجلس وزراء من الناصريه برلماني عندكم مجالس محافظات الشكله ايشقد يخلولكم بصمه يا خلولكم بصمه صار 14 سنه 15 سنه كل شيء ما سويتوا الكم الاحزابكم خلولكم بصمه العالم تذكرها تقول هذا الجسر مو بناء اسمع كريم مو بناء ترميم تقول هذا ترمم بعهد عادل عبد المهدي بعهد البرلمان فلان بعهد السياسه فلان تجي حكومه وتروح حكومه والوضعيه هاي طبعا هاي كل محافظه بس احكينا اليوم لان نشوف حوادث صارت خلينا نحكي كافي سكوت بعد يا رئاسه الوزراء يا مجلس المحافظات يا مجلس النواب عيب والله عيب بالقران عيب عم خلي العالم تذكركم بخير خلي الناس تقول عليكم سوالهم فتشي لا مدرسه لا مستشفى لا تبليط لا مجسم ترميم ما جسر ما تسوونه ترميم هذا ترميم وهاي صار 10 سنوات العالم سايد واحد وحوادث ما تستحون مو كافي احنا مناطقنا الجنوبيه امنه يا اخي ما عندنا شيء لا عندنا ارهاب الحمد لله وشكر مناطقنا امنه ولا سويت لكم مدرسه ولا سويت لكم مستشفى ولا سويت لكم شيء بخير بس الشهداء ايش قد انطت المناطق الجنوبيه الشهداء بالجمله والجسر ما تسوونها شوفوا سايد واحد شوفوا ابو غياب سايد واحد وحوادث هاي رساله للاعلاميين طبعا كل شريف يشوفنا خلي يوصل صوت واللي مصادق عادل عبد المهدي مصادق برلمان خلي يسوي له تاك كاف عيب ترى عيب تجي ناس حفاي مجالس محافظات والله نعرفهم حفاي برلمانيين حفاي سنه سنتين وصار ملياردير وكتب هذا من فضل ربي كلام واقعي هذا من فضل ربي جسر السويس في ناحية الهوير بمحافظة البصرة بدأ إنشاؤه عام 2008 ونحن الآن في عام 2019 ولم يكتمل وقد ترك وسرقت الأموال المخصصة له كما يقول العراقيون دعونا نشاهد جسر من 2007 والكل تدربي كل المحافظين اللي اجوا وراحوا الله يستر عليهم يعني جسر صاير لنا 2007 يعني ما اعرف كم سنه يعني هذا لو عد الصين مثلا عد الصين شافروا الكره الارضيه بي من 2007 ل 2018 يفرون الكره الارضيه بجسر والله العظيم هذا لو اطيل على العراقي وابو ليلى يمكن يكملونه بسنتين ونص يعني اذا اعرف اللي المقاول اللي اجى وراح وين الدوله عنه يعني مقاول يجي من الرمادي يشتغل بمحافظة البصرة وابن البصرة ما يشتغل كلفته ممسوحة الرقم مالته يعني أناشد أنا طبعا أناشد مو أحرض أناشد وزارة الطرق والجسور الإعمار والإسكان الأمة العربية الإسلام الدين المراجع الحكومة كلها عمي ما أحرض وإنما أناشد شوفونا حلل هذا الجسر شيني تاليته وها هو الجسر هذا الجسر العملاق الجسر الماكو منه في العالم يعني هذا شوف عابر نهر الفرات بين ناحية الهوير وناحية الإمام الصادق يعني نسميها بني منصور أحمد بن علي يعني تعبر هاي هنا تمشي مشي يعني هذا عيد افتهم شنو شغلته أهلا بكم طبعا الواقع المؤلم في العراق يجعل حتى الأطفال يبدون آراء سياسية ولكنه رأي في النهاية يخرج من طفلة عراقية بريئة أجبرتها الظروف طبعا على أن يتفتح ذهنها بهذه الطريقة وأعينها كذلك لتشاهد الواقع المؤلم وتعبر بكلمات صادقة خارجة بشكل مباشر من القلب إلى اللسان طفلة عراقية سأمت من أوضاع البلد بسبب الحكومة ووعودها ليست هذه فقط بل حتى السابقات وجهت رسالة للعراقيين أن يكفيهم الصمت على ما يعيشوه من ذلة وتحت حكم الأحزاب الحاكمة دعونا نشاهد قاعد نصور السلام عليكم العراقيين ايش بكم نايمين حتى النايمين قاعد والله حتى نامي قاعد 20 مليون واحد رايحين من الشاي صحون هيهات من الذلة وانتم اهل الذلة انتم اهل الذلة يا ماي
لا كهرباء. توها توها هسه شعود من الست شغلوها بالوحدة هسه 5 دقائق وطفوها. 5 دقائق وطفوها، يعني والله ما صايرة والله. حتى مصر أحسن منكم، إيران أحسن منكم، سودانيين أحسن منكم، ما صايرة والله. خبلتونا يعني، فشلتونا فشلتونا والله. ايش بكم يعني فشلتونا؟ ها هسه سبح ما سابحين، سبح سبح ما سابحين. كهرباء ماكو، ماي ماكو، حتى الماي مالح. دعونا نشاهد التعليقات التي جاءت على هذا المقطع في موقع فيسبوك تحديدا. محمد يقول خطية حتى الطفل وصل رسالته هم ما حد يسمعه. فاعلموا أنه الظلم متربع على الفقراء والأيتام في بلد المظلوم. وفي تعليق آخر ليث الشمري يقول فدوى القلبك، أتمنى يوصل صوتك، بس وين الشريف يطبق؟ حتى الصغار ملت من هاي العيشة. وفي تعليق آخر لدينا ولد يقول، أو وليد يعني، هاي وصل الوضع بالعراق لهيج مستوى، طفلة تصور معاناتها من الخدمات، أو تصور معاناتها من الخدمات. وضمن تعليقات أيضا حيدر يقول والله عمي حقك، كلام صحيح، إش قد عيب، حتى الطفل عرف إحنا عايشين بذل. زياد يقول اي هاي اطفالنا وكذا، قلوبهم انترست وجع وقهر من هالحاله، الكبار شنو تسولف لعب. وملاذ تقول كلامها صح، ان شاء الله تصحون على كلامها وتطالبون بحقوق الاطفال والكبار والشباب والجميع. كان هذا ما لدينا من تعليقات جاءت على هذا المقطع في فقرة آراءكم بالفيسبوك تحديدا. ننتقل إلى فقرة الهاشتاج بعد قليل. أهلا بكم من جديد. فقرة الهاشتاج هو الوسم نور المالكي. طبعا كشخص هو معروف للجميع من هو نور المالكي، لكن جاء هذا الوسم تحديدا بعد التصريح الذي أدلى به نور المالكي في أحد اللقاءات التلفزيونية، والذي قال بأنه سبب انهزام الجيش في مدينة الموصل وانسحابه وكان سببا طائفيا، وذلك بسبب وجود نسبة كبيرة من السنة في الجيش. هذا تصريح يخرج من مسؤول في الدولة بهذه الطريقة الطائفية. دكتور لقاء مكي يقول لا أندهش من بقاء المخلوق المدعو نور المالكي في قلب السياسة العراقية بعد كل ما فعل من سوء وجرائم، فهو في واقع الأمر جزء من سياق فاسد يقبل به ويعتبره زعيما، ويشترك في ذلك كل من صمت على كذبته الجديدة بشأن سقوط الموصل. نأسف أن يتقدم العراقيين مخلوقات مثل هذا وأمثاله. محمد يقول كل النفايات عند تدويرها ترجع على المجتمع بالفائدة إلا نفايات حزب الدعوة. وفي تغريدة أخرى سفيان يقول أتوقع ماكو أحد أكثر فشل من نور المالكي، لا سابقا ولا حاليا ولا مستقبلا. هكذا يرى سفيان. جيزاني يقول أو ستار الجيزاني يقول نور المالكي وحزب الدعوة نقطة سوداء في تاريخ العراق. الوصف للفترة التي حكم بها نور المالكي هي أكثر فترة دموية مظلمة في تاريخ العراق كدولة بشكل عام، لما فعله من انتهاكات وارتكبت على يده وعلى يد قواته وميليشياته الكثير من الانتهاكات، بالإضافة إلى أنه يعترف أنه عراب الميليشيات في العراق، أو الأب الروحي للحشد الشعبي وميليشياته، هكذا يصف نفسه. هذه الفترة التي عاش بها العراق هي فترة مظلمة للغاية، وحتى هذه اللحظة
يرى العراقيون أن حتى عادل عبد المهدي أو حيدر العبادي أو إبراهيم الجعفري هم مقارنة بنور المالكي أقل إجراما وانتهاكاتا منه، لأنه كان مستحوذا على كل مفاصل الدولة بكافة جوانبها، وبفترته سرقت مئات المليارات من الدولارات. نراكم بعد قليل. أهلا بكم من جديد. دعونا نتابع الآن مشاهدينا الكرام عدد سكان العراق كيف تزايد منذ عام 1927 وحتى عام 1997، ثم بعد الاحتلال لم يجري تعداد سكاني رسمي لسكان العراق بسبب أسباب سياسية وطائفية كذلك. ومع هذا الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط خرج بأرقام يقول فيها إن هذا هو تعداد سكان العراق، رغم أنه لم يتم إجراء تعداد سكاني بعد الاحتلال الأمريكي للعراق. دعونا نشاهد. بهذا وصلنا إلى الختام مشاهدينا الكرام، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.